اليوم في برنامج لقاء الجمعة على روتانا خليجية والرسالة للإعلام الشهير عبد الله فيش. المديفر، في أحد فقرات البرنامج سأل ضيف البرنامج الأستاذ عبد الله النفيسي عن استقالة الأمير نواف بن فيصل. خلينا نشوف وش رد الأستاذ عبد الله النفيسي حول استقالة الأمير نواف بن فيصل، وكيف كان الحوار حول هذا الموضوع. نشوف، نشرك اللي ما تابع، يعني أشك أنه ما في حد تابع، الجميع يتابع برنامج لقاء الجمعة، بس يعني نذكر أنفسنا باللي صار اليوم. خلينا نشوف الموضوع. عندنا احنا في سابقه سعوديه اتحاد القدم يقدم استقالته بعد فشل التاهل. طبعا احنا لا نتكلم عن برنامج رياضي، ولكن نتكلم على انه مسؤول سعودي بعد فشل في مهمه معينه يعلن هو وفريقه الاستقاله. كيف تقيم هذه الخطوه؟ والله هي بشاره انه مسؤول في دول مجلس التعاون الخليجي يوقف وعلى رؤوس الاشهاد يستقيل ويقول احنا فشلنا في كذا. يا ريت جمهور المسؤولين في دول مجلس التعاون الخليجي يحذون حذوة يعني. أبدأ معك أبو تركين النفيس، يقولون هذه بشارة إنه يا ليت في مسؤولين غيره يعني يقدمون استقالاتهم إذا شافوا إنه ما عندهم شيء يقدمونه. هو حقيقة ما تعودنا بالذات في المجال الرياضي، سواء على مستوى الأندية دائما الضحايا هم المدربين، المدراء الفرق أو كذا، لكن هذه شجاعة مسؤول وثقافة جديدة اللي نتمناه بعد هذا القرار، اللي أنا أراه قرار يعني في طبعا في إصلاح للكرة السعودية بشكل كبير، يتبع عمل وإن شاء الله انتخابات في مستوى التطلعات حتى يكون من يصنع القرار هناك يستحق. تستحق انها فعلا. طيب انا بس للتعديل هو الدكتور عبد الله النفيسي. نعم. تفضل. انا اظن يعني حقيقه يعني الاستكمال لا شك انه قرار شجاع من سمو الامير نواف، ولكن قبل هالقرار كانت فيه اشياء جدا ايجابيه، يعني فيه قرارات كانت لجنه الاستثمار، تطوير الاتحاد السعودي نفسه، الانتخابات اللي كانت حتتم بعد فتره من الفترات هذه، كانت يعني تعطي مؤشر ايجابي قبل الاستقاله ان الاتحاد يعني متجه الى طريق يعني باذن الله كانت حتكون بوادرها يعني بشكل ان شاء الله ايجابيه اكثر مما كانت على رده الفعل. لا يعني هذا القرار اللي اتخذ من سمو الامير يعني بامانه هذا قرار شجاع يصب في مصلحه الوطن قبل الكره السعوديه، وبالتالي نتمنى باذن الله ان شاء الله ان تكون يعني ما يعني يصاحب هذه الاستقاله ان شاء الله منظومه عمل قويه تعطي ان شاء الله مدلول للكره بشكل عام، يعني على المستوى الاداري والتنظيمي والاجرائي ومن يعمل في منظومه هذه في منظومه هذا العمل. اتحاد القدم كان يمثل عبء كبير على الرئاسه العامه لرعايه الشباب، وبالتالي الامير نواف قال يلا جربوا أنتم المسؤولية وتولوا اتحاد القدم. لا مو كذا، لكن لابد أحيانا دائما الأخطاء هي اللي تصنع القرارات التصحيحية، وهذه جت مصلحة الكرة السعودية. ما نقولنا فرحانين بالخروج، ولكن إذا كان الخروج بعد المسار طريقة العمل، طريقة أداء العمل، خلاص إحنا المرحلة اللي راحت يجب أن نتجاوزها ونتطلع إلى عمل مؤسسات على يعني على مستوى الفكر في الاستراتيجيات. إحنا نفتقد الاستراتيجيات، نفتقد للعمل على المدى البعيد، أمورنا كلها وقتية، إصلاحاتنا وقتية، فلذلك دائما تجي ردة الفعل أو العلاج انفعالي. الآن إن شاء الله المرحلة القادمة لما يأتي إن شاء الله أعضاء منتخبين، ولا أتمنى أيضا هذه رسالة الأندية أو من ينتخب، يجب أنه أيضا تكون فيه لجنة محايدة لتقييم الأعضاء. أنا ما أبغى أعضاء منتخبين ما أداروا أنديتهم صح. طيب هنا عندي في الرسالة جاتني تتحدثون عن المرشحين لرئاسة الاتحاد ولم تتحدثوا عن الشروط المطلوبة وفق النظام الأساسي للاتحاد، وهو لا يقل عمر المرشح عن 30 سنة وخبرة قيادية 10 سنوات في المجال الرياضي محليا وعالميا، ويتحدث اللغة الإنجليزية. النظام الأساسي موجود على موقع الاتحاد الإلكتروني ومصادق عليه من الفيفا الذي يمنع كسر أي من بنوده. ممتاز. وعلى رئيس الاتحاد أو عضو الاتحاد هو يتحدث الشروط، يعني الشروط للجميع، يعني لا عن الشروط المطلوبة لرئاسة الاتحاد. هذا أنا أعتقد أنه الملف الانتخابي لأي شخص. بس مين عندنا عنده 10 سنوات خبرة في المجال الرياضي محليا وعالميا؟ في كثير يا تركي. مين في عندنا؟ في كثير، لكن عندنا عالميا. لكن لو تسمح لي بتركي، أنا أقصد أنه الملف الانتخابي مهم، أنه كيف تقدمه، كيف تقدمها للشارع الرياضي، كيف تقدمها للدولة بشكل حتى يكون هذا الملف يعطي مدلول أن الشخص هذا ما انتخب أو وضع في المكان إلا هو أهل لهذا المنصب.
يجب أن يكون الملف الانتخابي ينظر له في الحملات الانتخابية بشكل يعني ما نقول احترافي، لكن بشكل المنهج الإداري اللي يقوم فيه الإدارات أو الشركات أو البنوك في عملية الانتخابات. نعم، بس أنا أقول الانتخابات أنا دائما أكرر أنها ثقافة جديدة، لكن أتمنى تعمم على الأندية. ملينا منه تعلن الإدارات من مجالس، من مجالس خاصة، لابد أن يشرك الجميع في حكاية الانتخابات. شلون يعني تعلن الإدارات من مجالس؟ فسرنا هذا. يعني هذه ما أبدا يعني قالك أحرجتني يعني. ما أحرجتك أصلا يا أخي، ليش السؤال اللي ما أفهمه تحس أنا يعني فهمي على قد حالي، اشرح لي. نادي جماهيري، نادي جماهيري يجتمع 10 أو 15 شخص يقرروا الرئيس. ليش؟ نادي جماهيري زي الهلال زي النصر زي الاتحاد زي الأهلي، هذا على يعني على سبيل المثال مفترض يا أخي يطرح للجميع في دعوات ملفات انتخابية، في دعوات شنو أبو تركي، في دعوات لحضور جمعية عمومية توزع نسمة إحنا في في الصحف وحتى من مصادر داخل الأندية، نتوزع ل 200-300 شخص، ما يجي ل 60-70 شخص. في النهاية كلنا عيال قرية، في النهاية اللي في بالهم بيحطونه رئيس. الآن لا، الثقافة هذه ليش اللي في بالهم الحين ما في انتخابات؟ إحنا الجمعيات العمومية اللي في كل الأندية، الجمعيات العمومية اللي في كل الأندية ما يصير فيه اجتماع وترشيح رئيس. يعني خليني أسأل، فيصل بن تركي اللي كان في بالهم حطوه، عبد الرحمن بن سعد اللي كان في بالهم حطوه، اللي يبغاه أعضاء شرف حطوه. طب هم خلاص بيختاروا أعضاء شرف؟ لا لا لا، أنا ما أقول لا، الطريقة الانتخابية تختلف، ما هي تعتمد على 10 أو 15 عضو شرف. الطريقة الانتخابية يا جماعة من يرشح نفسه رئاسة نادي يقدم ملف الانتخابي وفي لجنة محايدة، مو أعضاء شرف، لا تقيم، يصوت عليه الجميع. نعم، يصوت عليه الجميع. يعني هي واضحة للجميع. أنا أبغى تمشي على الأندية، طالما الاتحاد الكرة الآن سلك هالمسلك، بس اللي أتمنى أن المرشحين ما يكونوا الناس ما يعني فقد شيء لا يعطي. طالما أنه فشل في إدارة نادية كيف يكون عضو اتحاد وكيف ينتخب؟ أنا أتمنى أن من ينتخب يكون من الصفة، من الناس اللي تصنع قرار مستقبل الكرة السعودية. أعطوني بعض الأسماء، خليني أقدم معك خالد. أنا من الأسماء اللي تتوقع، أنا ما أتكلم عن سين من الناس، أنا أتكلم أنه هل من يرشح من 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 نادي للاتحاد كمرشح حتى يقدم ملفه أنه تنطبق فيه الشروط؟ يعني الأندية من حقها ترشح اللي تبغى، أنت اللي تنتخب. أنا أقول لك حتى أنا أحط اللي حتى المرشح اللي يبغى، أنت اللي تنتخب. أنا حتى يصل مفهوم الناس أنه الشخص اللي انتخب النادي هذا شخص يعني يحمل كل ما طلب الشروط اللي تفضلت في تكلمت فيها تركي. شوف إذا صار في لجنة نزيهة وفي الآن في عضوية توزع، ليش دائما تركز على مسألة نزيهة؟ أنت تحس أنه في عمل غير نزيه؟ لأنه أنت الكلام اللي تقوله يذكرني بكلام اللي قاله الغانمي في رئيس تحرير صحيفة النادي لما طلع في برنامج كورة وقال أنه رئيس نادي الاتحاد ذهب أو حصل على منصب الرئيس بانتخابات غير نزيهة. اليوم تكثير تتكلم عن موضوع نزيهة. أنت عندك شك؟ أتمنى تحس؟ أنا ما عندي شك، أنا أقول الآلية خطأ. أنا أقول خلي الجماهير، مثلا الجماهير عندي أنا أكثر من نص مليون مشجع عندهم العضوية. مثلا أنا أقول لك إن لما يكون في انتخابات اقتراع صح وإلى آخر وفي لجنة تبحث مو أعضاء الشرف ويصير في تصويت، حيطلع رجل. أفهم من كلامك أنت تطلب إشراك الجماهير السعودية في مسألة انتخاب رئيس الاتحاد؟ لا مو اتحاد كرة، الأندية. أنا أقول على مستوى الأندية. خلينا في الاتحاد. لا الاتحاد الأندية لاحقين عليه، خلينا في الاتحاد الخدمة. لا فهل لازم نوضح، الاتحاد له آلية معينة، لها اشتراطات، لابد يكون مثلا مسؤول في نادي، لابد يكون عنده الخبرة، في عمر معين مو أقل من 20 سنة زي ما تفضلت. أنا بالعكس أنا مع أنه يكون يتحدث اللغة الإنجليزية، يكون عنده خبرة. أنا أبغى يا جماعة بجماعة الخير صرف النظر كلامي صح وخطأ، نبغى اللي يجي يمسك الكرسي، ما نبغى تشخيص، نبغى ناس تعطي وتعمل وتواجه المسؤول. بسألك عن موضوع التشخيص.